أشاد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بالتوجيه الملكي السامي من لدن جلالة الملك المفدى إلى الإسراع بالعمل على عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق في المساجد والجوامع، مع الأخذ بالاحترازات اللازمة بما يتفق مع الضوابط والشروط الصحية التي تمكن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم في يسر وسهولة. نعم، وثمن المجلس الحرص المتواصل والمعهود من لدن جلالة الملك المفدى على إقامة العبادات والشعائر الدينية حتى في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة حفاظا على صحة وسلامة المصلين في المقام الأول. مؤكدا المجلس أن هذا التوجيه الملكي الكريم بث السرور والفرح في قلوب جميع المواطنين والمقيمين الذين عبروا بوضوح عن مشاعرهم بخالص التقدير والامتنان لجلالة الملك المفدى على ما يوليه جلالته رعاه الله من متابعة دائمة ومستمرة للقضايا والموضوعات الدينية. وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة، هلأ المجلس الجميع بعودة الصلوات والعبادات وقراءة القرآن والأنشطة الدينية المصاحبة في المساجد والجوامع كما كانت مع الاحترازات الضرورية، مؤكدا أن هذا التوجيه الملكي الكريم كان مشارة خير واطمئنان بالتزامن مع توالي النتائج المطمئنة والمؤشرات الإيجابية بالعودة إلى الحياة الطبيعية قريبا بعون الله. كما نوه المجلس في هذا السياق بالجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أخذت البحرين على طريق التعافي وعودة عجلة الحياة إلى طبيعتها. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلزم.